طيب اخر ورقه معانا ودي الرزنامه والاجنده اللي ليها علاقه بالفتره القادمه. الرزنامه والاجنده لاول مره بيتم اعلانها من خلال شاشه قناه الاهلي، وهذه الاجنده تم اعتمادها من لجنه مسابقات الاتحاد الافريقي واعتمدتها المكتب التنفيذي ولجنه الطوارئ. هذه الاجنده بتاكد بقى اللي انا كنت بتكلم معاكم فيه في بدايه فقره ترند الترند. الاجنده بتحدد في فتره شهر 10 وفي فتره شهر 9 مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الذهاب في المغرب والاياب في القاهره، وبتحدد مباريات الكونفدراليه من 22 سبتمبر بالدوره المجمعه اللي هتتلعب في كازابلانكا والرباط اللي هيشارك فيها نادي بيراميدز. هذه الاجنده من خلال هذا الشكل اللي قدامكم على الشاشه بتبدا من 22 سبتمبر لغايه 17/7/2021 وقبل اولمبياد طوكيو. بتحدد لك مباريات الكونفدراليه 22 سبتمبر ذهاب واياب نهائي دوري نصف نهائي دوري الابطال 25/26 سبتمبر 2/3 اكتوبر، ثم اجنده وديه من 5 اكتوبر الى 13 اكتوبر، ثم الشامبيونز ليج الافريقي النهائي يوم 16 اكتوبر، وتبدا بقى تشتغل على الاجنده العاديه بالنسبه لك حتى نهائي دوري ابطال افريقيا في العام القادم وهيكون قبل اولمبياد طوكيو باسبوع. هل تتخيلوا نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 هيكون قبل اولمبياد طوكيو باسبوع؟ طيب المواعيد دي ليها علاقه بايه؟ اولا مواعيد القيد الافريقي، ومن حسن حظ الانديه المصريه ان مواعيد القيد الافريقي جايه في توقيت مناسب جدا لختام الدوري المصري. البعض كان بيقول لك قبل كده، طبعا يعني هرفع لكم دلوقتي كمان شكل المباريات وتوقيت المباريات، اهو قدامكم على الشاشه مواعيد تسجيل اللاعبين. الفترة الأولى من 21 أكتوبر حتى 5 نوفمبر، والفترة الثانية من 6 نوفمبر حتى 19 نوفمبر. المواعيد القيد دي هتكون مناسبة جدا للدوري المصري، لأن الدوري المصري اللي هينتهي في الأسبوع الأول من نوفمبر، القيد المحلي هيفتح في الأسبوع الأول من أكتوبر. فتبدأ تسجل القائمة الأولى الإفريقية في الفترة المحددة من 21 أكتوبر لغاية 5 نوفمبر وأنت الدوري شغال. الدوري هيخلص بحد أقصى 7/11 نوفمبر، تبدا تشتغل على القائمه الثانيه اللي هيكون اخرها 19 نوفمبر. اذا مواعيد القيد الافريقي ما فيهاش اي ازمه مع الدوري المصري، عكس ما كان البعض بيقول هتسجل ازاي وهتقيد في افريقيا ازاي وهيبقى عندك مشكله وانت الدوري لسه شغال. الدوري المصري هيتلعب وهيخلص في ميعاده ومفيش اي ازمه، والمواعيد الرسميه تم اعلانها. طيب المسابقه القادمه هتكون مواعيدها الدور التمهيدي من 20 ل 22 نوفمبر الذهاب، من 27 و29 نوفمبر الاياب. دور ال 32 في شهر ديسمبر 11/13 الذهاب والاياب من 18/20 ديسمبر. دور ال 16 مقرر كونفدراليه من 12/13 فبراير و 18/19 اياب في شهر فبراير. مجموعات دوري الابطال الجوله الاولى هتبدا 12/2/2021 وتنتهي الجوله السادسه في من 10 ل 12 ابريل 2021. قرعه دور الثمانيه هتكون 30 ابريل. دور الثمانيه الذهاب 14 ل 16 مايو والإياب من 21 ل 23 مايو، قبل النهائي من 18 ل 20 يونيو، والإياب من 25 ل 27 يونيو، والنهائي 17 يوليو 2021 قبل أولمبياد طوكيو بأسبوع. وهنا ما بين قوسين أعتقد هتكون في مشكلة للأجندة مع المنتخب الأولمبي، لكن دي الأجندة ورزنامة من الاتحاد الإفريقي. شرحنا لكم كل التفاصيل في خطابات رسمية بتنشر لأول مرة، ووضحنا المرحلة الجاية يحصل فيها إيه، وبنأكد النادي اللي هيكون عليه دولار مش هيلعب دوري أبطال إفريقيا الفترة الجاية، والاتحاد المصري هيلتزم بالمعيار المالي عشان ما تكونش فيه أزمة قبل 20 أكتوبر.